طبعا يعني الكابتن ياسر لبيب غني عن التعريف، نجم من نجوم كرة اليد المصرية، وفي النادي الأهلي نجم من نجوم الجيل الذهبي لكرة اليد المصرية. طبعا يعني كلام كتير عنه كموهبة كلاعب، بعدين طبعا على المستوى الإداري حدث ولا حرج. كابتن ياسر لبيب يعني ليه مشوار طويل أيضا في الاتحاد الإماراتي، مشوار مميز بالفعل. بمجرد ما تولى رئاسة جهاز كرة اليد في النادي الأهلي كان ليه دور كبير جدا في التطور اللي حصل على المستوى الإداري، وإنه الفريق يحصد العديد من البطولات على المستوى المحلي وأيضا على المستوى القاري. شخصية بتتسم بالهدوء، بيعرف إزاي يتعامل مع أي مشكلة ممكن تحصل، بيعرف إزاي يتعامل مع الأمور الإدارية بشكل جيد على مستوى الأجهزة الفنية بشكل كامل. فعلا شخص هادئ عنده رؤية، أتوقع إن شاء الله مزيد من النجاحات لفرق كرة اليد تحت رئاسة طبعا رئيس جهاز كرة اليد الكابتن ياسر لبيب، ودايما بالتوفيق يا كابتن ياسر. حبيبي حسام، هتقول له ايه بقى؟ حبيبي حسام برضه من الناس الشخصيات المحترمه الجميله، برضه تعاملت معاه حاجه يعني، تعاملت هنا كان في هنا وكان في قناه النادي الاهلي قبل ما اروح الاون تايم سبورت، فحسام زايد يعني من الشخصيات الجميله اللي انا بعزها جدا يعني. طيب انت احيانا كده لما بتبقى قاعد بينك وبين نفسك والانجازات اللي انت عملتها كبيره، سواء على مستوى المنتخب على مستوى النادي على مستوى افريقيا، سواء